صباح الخير عليكم مجددا، وصباح لكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا الان من خلال صباح الشروق. بنتواصل معاكم، وموضوعنا اليوم ممكن يكون مختلف شويه وحساس لبعض الناس وصعب على فكره، ما سهل اختيار الشريك وشريك الحياه واختيار شريكه الحياه. نحن لما نقول شريك ما بنكون قاصدين بس الاختيار الرجل للمراه، ايضا اختيار المراه للرجل ممكن تكون واحده من اصعب الحاجات ومن اصعب المراحل اللي ممكن تمر بالانسان. كل زول عنده توقعات وحاجات هو بيحسها عايزه تكون متوفره في الشريك عشان ما يقدر يكمل معه. ونحن نشوف التوفر بتاع الشروط ده ذاته هو من الضروره انه انت تلقى زول لازم يكون متوافق معك، ولا في حاجات نسبيه اذا انت لقيتها في الشريك ده ممكن تكتفي بها وتواصل معه حياتكم الزوجيه. سعيدين ان تكون معنا ضيفتنا دائما دكتوره ساره ابراهيم، اكاديميه متخصصه في الاعلام المجتمعي. اهلا وسهلا بك دكتوره ساره، صباح الخير. صباح الخير، صباح السعاده، صباح الامل، صباح التفاؤل، صباح كل شيء جميل يعني. منورانا باطلالتك الجميله كالعاده. منور كل ايام، يكون سعيده بكون معاكم جدا، قاعده اقولها دائما انا سعيده وبحب جدا لما اكون معاكم اني انا استمتع باللحظات دي، واتمنى انه احنا يعني نقدم معلومات كويسه نحاول فيها نفيد نفسنا ونفيد المشاهد ان شاء الله. وان شاء الله تكون حلقه جميله باذن الله. دكتوره ساره، لو تكلمنا عن الزواج ومعايير الزواج واختيار الشريك وكل الحاجات دي بنلقاها تفاصيل خلت ناس كثيره قاعدين الى الان ما تزوجوا يا جماعه، دي واحده من المشاكل خلت الان تحصل لنا ما زلت متزوجه من جنسين. عزوف الشباب عن الزواج يعني كميه كبيره جدا. وحتى الناس اللي تزوجوا فشلوا في تجاربهم، فبيجي يقول لك اوعى تتزوج، اوعى، يقول لك يا اخوان انتوا بتخوفونا كده ليه؟ بالظبط. حتى انا كنت بتناقش كثير مع ناس بقول لهم يعني انا بفتكر انه سن الزواج المفروض ترتفع، يعني انا بفتكر انه الانسب سن الزواج يكون في الثلاثين دائما. ليه؟ لانه النضج بتاع الانسان. بعدين انا دائما في بدايه كلامنا عن معايير اختيار الشريك دائما بفتكر انه اول معيار احنا ممكن نقيس به نجاح التجربه الصدق. يا سلام، احنا نكون صادقين مع بعض. يعني انا اخترت انسان او لابد اني انا اكون صادقه معه، اوريه حياتي كلها بشكل عام. معظم التجارب مفتوح. معظم التجارب اللي فشلت او اللي استمرت على مضض يعني بيقول لك انه والله كذب علي او ما وراني عيوبه او ما وراني الحقيقة. حاجاته هاي. فانا بقول لهم دايما الفتره بتاعت الخطوبه او الفتره اللي قبل الزواج من بدايه التعارف دي المفروض دي مرحله يعني فتره مفصليه جدا، هي المفروض يكون فيها نوع من الصدق. وبعدين الناس تبدا تتناقش ترتيب الاولويات. انت عارفه لاحظي انا اقعدي مع ناس كثيرين تزوجوا بقول لك انه انا ما اولوياته، او نفس الزوج يقول لك هي انا ما اولوياتها. صحيح. اولوياتها صحباتها، اولويات الفيسبوك والواتساب، بيت اولادها، اولويات تجاربها. الرجل المراه نفسها كانت تقول لك انا ما اولويات، اولوياته اصحابه، اهله، شغله، حاجاته. فاحنا نقعد مع بعض نشوف اولوياتنا مشتركه، نرتب اولوياتنا. ترتيب الاولويات ده اللي بيخلي الناس يكون في مركب واحد. كويس. ما بيخلي واحد يحاول ينط من المركب في بدايتها في نصها او تغرق. نعم. فترتيب الاولويات. الحاجه الثانيه المهمه برضه في معايير اختيار الشريك نوع الاسره. شفتي حكايه تماشي الاسر مع بعض او شكل الاسر يكون قريب لبعض، ده الناس يعني في فتره من الفترات كده حاولوا يضغطوه، لكن جينا رجعنا انه الحكايه دي لقيناها اثرت كبير. نوع الاسر، في اسر طابعه ناس بيحبوا يتواصلوا مع بعض شديد كده، تلقيهم مع بعض حاجه واحده. ترابط اسري. اي ترابط اسري. فلما انت تتزوج اسره شويه يعني ما عندها ارتباط، الشريك الدخل جديد ده بيفتكر انه الاسره اخذت من حيز حاجاته كثير، لدرجه انه بيقول لك اثروا علي، يقول لك اهتمامه باهله اثر علي، وجوده معانا، مهتم باهله اكثر مننا، يعني كده. فنوع الاسر. بعدين في اسر مثلا بتقدس الجانب الاكاديمي، تلقاهم ناس قرايه. في اسر ثانيه ما بتحب الحاجه دي، تجار مثلا، بيزنس، بيحبوا البيزنس الشغل بس. اي فبتلقى انه برضه تقول لك زمنه على حساب وقته، زمن على ما مقدر ظروفي، ما مقدر التزاماتي، ما مقدر حاجاتي. في اسر مدينه تحب عندها الدين ده نمره واحد. في اسر لا، يعني بيفتكروا انه الحياه مع الدين بيمشوا مع بعض. عشان كده لما تيجي انت تتزوج واحدة أو واحد ما بيشبهك في نفس نظام أسرتك، الأيام الأولى أوكي حتكون فرحان بيه وحابيه وكده، أول ما يبدأ يندمج مع الأسرة لأنه دي عيشة بتاعت عمر كامل. صحيح. أول ما يندمج مع تفاصيل الأسرة حتحس بيه إنه هو ما قادر يخش فيها، ما قادر يندمج معاك، ما قادر حكي بتأثر
على على تعامله مع الاسره بينعكس عليك انت. هيحس انه منبوذ من الاسره او هو ما قادر يخش معه. عشان كده بيقول لك في زول لما يتزوج من نفس البيئه بتاعته مهم مهم جدا، مهم للاستقرار، مهم لانه هو ذاته نفس البيئه نفسها ما بيكون مستنكر لاي شديد. حاجه. عشان كده انا بقول لهم الناس لازم لما تيجي تختار الشريك تخط الحياه دي. صحيح. لازم تخط المعايير دي تخطيها انت. بعدين حكايه شكله وشكله دكتوره ساره خلينا نشوف. زمان كان معيار الاختيار للناس بتقول لك والله بتحسب ونسب بيت ناس فلان بيت كويسه بيت كده بيت كده. بنيجي نلقى كويسه دي معايير شنو هي ذات احنا الكواسه دي معايير خلينا نشوف معايير من خلالك لكن خلينا نشوف برضو بيجي اختلف الزمن بيجي يقول لك والله ده ليه بيت سمحه وطويله وبيضه لا 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 ده ما معايير بيجي زول يقول لك والله انا ده ليه واحده موظفه شغاله وعندها مرتب. أيوة. المعايير دي ذات اختلفت عشان كده المعايير ده هو حملينا كميه الطلاقات اللي احنا شايفينها هسه. بتخيلي انك انت هسه تشوفي دراسه امشي خشي المحاكم. صحيح. شوفي كميه نسبه الطلاق بضل لك محامي من الطرف كيف شغال في قضايا الطلاق والنهاية. تعال حيقول لك كميه الطلاقات ده تمت بالمحاكم غير تم الصامت الطلاق الصامت او الناس اللي قاعدين في كميه. ليه؟ لانه المعايير بقت على امزجه الناس. في فرق بين انه مع المعيار يكون على مزاجك او يكون ستاندر لكل الناس. في حاجات رسميه كده ما المفروض الناس تتجاوزها. انا ما مزاجي ده انا ما في ناس مثلا بيكون عندهم مثلا اديك مثلا في اكل بيضايقهم بياكلوا لكن بعد فتره بيكون بتعبهم. صح. صحيح. بقول لك الاكل ده تعبني. هي نفس الزواج. انت ما مفروض تتزوج على مزاجك. انت مفروض تتزوج على الحاجة اللي بتناسبك. عشان كده انا قاعده اقول لهم ده الناس اللي حيسمعوك ده ما حيوافقوا عيني ما يوافقوني لكن صدقيني انجح التجارب التجارب الناس اللي اختاروا لهم ابهاتهم وامهاتهم. شوفي التجارب. الواحد يقول لك بكون بيحب له واحده 7 سنين 8 سنين بعد الزواج المشاكل جات من وين؟ يقول لك الحب راح وين؟ ليه؟ لانه هو ده ما كان حب ده كان تعلق. في فرق بين الحب والتعلق وفي فرق بين التعلق. انت لما تمتلك الحاجه اللي كنت بتحبها دي هتكتشف ان الحاجه دي مناسبه لك. في ناس كثيرين اهلهم رفضوا لهم الزواج يقول لك الزوله دي بتشبهك الزوله دي ما من نفس اسرتنا. صحيح. ما تحيز للاسر لكن الام والابو بيكونوا عارفين طباعه اولادهم اللي ربوهم. صحيح. واولادهم دي لانه هم اللي انتجوهم للحياه. فواحد بيكون بيعرف الحاجه اللي بتشبهه شنو. انت بتكون الحاجه اللي انت دايره دي الحاجه اللي انت حبيتها. الحب ده يتغير طبعا. حب الحاجة حب الامتلاك بالذات بعد ما تمتلك الحاجة خلاص انت حسيت انه. عشان كده انا الناس بقول لما يحتجوا اقول لهم والله خلوا اهلكم يكونوا داخلين معكم في الاختيار. ليه؟ عشان هم حيختاروا لكم بالمعايير اللي احنا حنقولها العقلانية اللي انت بعد تتزوج الحب بينتهي. نعم. او بينزل من ترتيب او من الاولويات بيبقى بعد ده العقل حيشتغل. اهم حاجة في المعايير كمان تاني الاحترام. لا بد احترام الشريك تحترم الشريك تحترمه. بعدين الـ الانسان اللي انت حتتزوجه ده ما امتلكته. صحيح. ما هو الانسان ده عنده خصوصيات وعنده اهل وعنده حاجاته. انت لازم تحترم انه الانسان ده انسان عنده زمنه عنده حاجاته الثانيه اللي بيعملها ما اليوم كله تبعك انت. يعني دي المشكله اللي بيقعوا فيها الناس انه لما يتزوج الواحد المراه بتفتكر انه زوجي ده اصبح ملكها والزوج بيفتكر انه المراه خلاص هو ملك فبيبدا يتحكم ويسيطر. هنا بيجينا مشكلة شنو؟ الخلل في ميزان الأخذ والعطاء. الشد والجذب اسمه شد. الخلل في ميزان الأخذ والعطاء ده يعني أنا مفروض أدي الزول ده قدر شنو وأخذ منه قدر شنو. المشكلة بتجي إنه أنا لما أخذ أكثر مما أدي حسي أقعد معي زول حيقول لك ما بيعمل لي وما بيسوي لي وهو ذاته حيقول لك ما بتسوي لي ما بتعمل لي الشكوية الدائمة دي ليه؟ لانه الخلل في ميزان الاخذ والعطاء ده قاعد ياثر كبير بالمناسبه. فاحنا لما نجي ناخد المعايير دي ناخد الزول ده انا حقدر اديه قدر ما هاخد منه. انا اكون صريحه مع نفسي هل الانسان ده انا حقدر اديه حاجاتي او هو طالبه كلها. انت طالب وطالب وطالب. في رجال بيقول للنسوان انا عايز كده وعايز كده ومفروض تعملي. هل انت بتديني نفس المقابل بنفس الحاجات؟ اذا قلت منا اي واحده فيها بيحصل خلل هنا في العلاقه. بيحصل خلل بيجي حاجه اسمها عدم الرضا الزواجي. وهسه الليله كده انا اقعد معي ناس انت راضي عن زواجك هيقول لك لا ما راضي. اغلبيتهم حيكونوا ما راضين ما عندهم الرضا. انت عارفه الرضا ده بيعمل شنو؟ بيعمل الدوام بيخلي الحاجه تكون دايمه وبطريقه جميله بيعمل نوع من السعاده الزوجيه اللي احنا حاسين عندنا فتور فيها. عدم الرضا يعني حاجه كويسه؟ ايوه. لا وعدم الرضا لا ما مش كده. انا قلت لك لما انت اختل ميزان الاخذ والعطاء بيحصل عدم الرضا. انا ما راضي عن شريك كده. ليه؟ لانه ما اداني ما عمل لي ما سوى لي. اشوف الشكاوى يمشي قعدي مع الجماعه شوفي حيشكوا كيف لو الرجل والمراه. طب احنا نتكلم عن الاثنين. عن الاثنين اي واحد ما رضيان. ليه؟ لانه حاسس انه الشريك ده ما اداه الحاجه اللي هو كان متوقعها.
اول هم يتكلموا عنا قبل ما يدخلوا في العلاقه الزوجيه. يعني انا كنت متخيل انه حيعمل لي وكنت متخيل انه حيسوي لي، والزوج نفس الكلام. فالاختلال في الميزان ده هو اللي بيعمل المشاكل. بعدين احنا دائما اولادنا او بناتنا ما قاعدين نكلمهم كثير عن المؤسسه الزوجيه. يعني اول ما يجي يتزوج الواحد ما بنقعد نقول اسمع يا ولد واسمع يا بنت، الزواج ده ما فستان زفاف وما صاله وما انبسطت وضحكت واصحابك. الزواج ده ارتباط صحيح. في حقوق وفي واجبات صحيح. في انسان حيشاركك في كل تفاصيلك. انت اولوياتك في الزواج بتنزل. انت لو كانت اولوياتك قبل الزواج نفسك، بعد الزواج بتنزل. في زول حيكون صحيح. عندك مع مشاركك في حاجاتك. انت لازم تحترم حقوقه وتحترم واجباته وتحترم حاجاته. احنا ما قادرين نكلمهم كثير. الاحترام ده جزء يا دكتوره ساره من الاستقرار. اذا انت احترمت شخص حاجات الاخر، يعني انت بتحترم اسرته، بتحترم بيته، بتحترم شغله، بتحترم تفاصيله، بتحترم التفاصيل، يبقى هي بنفس القدر احترمت لك، هنا بتضمن استمراريه العلاقه. انت عارفه الحب ده اهم من الاحترام؟ سوري معلش، الاحترام اهم من الحب. انا بفتكر انه الاحترام مهما كان، حتى انت لو انفصلت لكن انت محترم الشخصيه دي، عنده مرتبه عاليه الاحترام، انت بتمشي معاه كويس. الحب يتغير حسب المراحل. بعدين انت عارف الزواج ده كله مرحله من المراحل. مره قلت اليوم انا بفتكر انه كله خمسة سنين الازواج بالذات يقعدوا مع بعض كله خمسة سنين، يعني يقوموا شنو يناقشوا بعض. يا اخواننا هل احنا نفع نستمر في الخمس سنين دي؟ مشينا كويس، نشوف اللي بعدها، نعمل ديل جديد. يشوفوا العيوب، يشوفوا العيوب شنو، بكل صدق بكل صدق يدير حوار ناجح بكل صدق مع بعض، انه احنا في الخمس سنين دي شنو اللي قدمنا لبعض، وشنو اللي كان المفروض نقدمه، وشنو اللي عجزنا. ممكن يحطوا بلان جديد للخمس سنين الجاي اللي احنا لازم يا جماعه نعمل. ده كلام دكتوره ساره يا جماعه، وده هي اختصاصيه وده تخصصها. قلت لكم كله خمس سنين اقعدوا مع بعض، شوفوا انجازاتكم شنو في الحياه، جبتوا اطفال، ربيتوهم كيف، طريقه الحياه، تفاهم ذاته ماشي في أيوة كيف ماشي بيناتكم كيف. عشان ما نكون ربطة تزخ واخد، عشان ما نفتغر للعاطفة، عشان ما نكون قاعدين في البيوت وإحنا زهجانين من بعض. صحيح. كل واحد خرب في مكان ما. عشان ما تكسر الخيانة الزوجية اللي إحنا هسي بنشكي منها. كل زول بيكون محتاج حاجة صغيرة للتانية دكتورة سارة. ليه؟ عشان ما يقدر يتفكفك ويتفكفك يطلع من القصة. شوفي و... هسي كمية الخيانات الزوجية اللي انتشرت، شوفي كمية المشاكل. ليه؟ لأنه ما في واحد صارح الثاني والله أنا ما سعيد معك، أنا أنت في حاجة معينة المفروض تقدمها ما قدمت عليه. عشان أنا أعرف إن أنا ناقصك شنو عشان أجتهد يعني في إنه أعمله. أنا لو ما كلمتني عن نفسك أنا هعرف كيف. خلاص احنا هنعرف انه هو هيكلمنا عن نفسه وهي هتكلمنا عن نفسها بعد الفاصل. احنا هنطلع قصير ونرجع نستكمل مع دكتوره ساره واختيار الشريك واستقرار الزواج من خلال البيت. نتواصل معكم بعد هذا الفاصل، تابعونا. نتواصل مع كل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا عبر صباح الشروق، وموضوعنا ممكن يكون حساس وصعب، والناس اللي تابعته من البداية وطبعا الدكتورة سارة فينا تكلمت عن اختيار الشريك ومعايير الاختيار ومتين نحن نختار ومتين تلقي شريك متوافق بالنسبة لك، وشنو الحاجات اللي نحن ممكن نحترمها في بعض عشان ما نقدر نواصل الحياة دي لبرا الأمان والتوافق ذاته إذا كان اجتماعي وأسري عنده نوع وطابع مختلف من تواصل الحياة الزوجية. وآخر حاجة هي قالتها قلت احنا حنجي راجعين بها، قلت لكم يا جماعه اذا تم خمس سنين مفروض بعد كده يجي يقعد مع الطرف الاخر ويقعد يشوف نتائج الخمس سنين دي كانت كيف، ايجابيه ولا فيها سلبيات. صدقيني الحاجه دي مهمه. بعدين الحكايه دي عملوها الناس وهم جادين، يعني مش عملوها بس حركه كده، عملوها وهم جادين. صحيح. بفتكر انه يا ريت لو كانت في طريقه يطلعوا ليهم مثلا حته مثلا خميس وجمعه ينفصلوا شويه، يسافروا او يمشوا لهم اي مكان، المهم ان شاء الله بس فندق في الخرطوم هنا. طبعا الناس حيقولوا لي الظروف الاقتصاديه والزوره دي والله عليك الزورة تقول في شنو، احنا بنفتش ان شاء الله يطلعوا لهم كافيه يقعدوا في شارع النيل. نعم. المهم يقعدوا لهم قاعده بتاع ساعتين ثلاث ساعات برا، يقعدوا بعدين يحصروا حاجاتهم دي، يتكلموا بكل شفافيه، وكل زول حيقول للثاني انا حاتكلم معك بكل صدق
وكل زول يطلع للثاني هو الحاجه اللي كان نفسه فيها شنو والحاجه اللي انا انجزتها شنو. ده ما تغليل من شان الانسان، ده رغبه فينا نحن نحاول نصلح عشان نمشي لقدام احسن. ما احنا كل فتره من الفترات بيحصل فتور في العاطفه، العاطفه حقت الانسان دي بتقيل، اهتماماته بتتغير، وترك في حاجات بتطلع وحاجات بتطلع. يعني المراه مثلا اهتمامها بيتغير كل فتره من الفترات. بعدين الفكره بتاع تقبل العمر دي، الناس ما قادره تفهم حكايه انه الانسان لما يكبر في العمر ايش حاجاته بتتغير، شكله بيتغير، حاجاته ممكن العطاء بتاعه بيقدر يتغير. فكل فتره من الفترات احنا لابد نعمل ابديت، تجديد لحاجاتنا. هل احنا شنو احنا نقصنا؟ العمر اللي قلتيه دكتوره ساره ده بيفرق في انه اذا الرجل كبير في السن يتزوج بنت صغيره بعد 5 سنين و10 سنين دي بتحصل حاجات قد ما تكون متوقعه. ما متوقعة. ونفس الحاجه لما ولد يمكن يتزوج له واحده عمرها كبير اكبر منه، الحاجه دي بتفرق كثير، بتعمل خلل في العلاقه. بتفرق طبعا. ليه؟ لانه كل فتره من الفترات اهتمام الانسان بيتغير. يعني المراحل العمريه كل زول مثلا بيكون مثلا هو في فتره ال20 ما زي فتره ال30 ما زي فتره ال40 فتره ال50. كل فتره من الفترات انت احتياجاتك شنو، ممارستك ارتباطاتك بالاخرين بتقبل كيف. فبيبقى الانسان العمر مثلا كم 50 لما يتزوج واحده عمرها كم 20 عشان يبدا انه يمشي معاه في نفس طريقه، في هواياته، في افكاره، في نمط حياته، في نمط حياته ما حيقدر يواكبها. هي بتكون بتفتكر انه هو معيق بالنسبه لها، ما قادر يمشي معاه في نفس اللاين بتاعها. وبشوف اللي شاف عجاره ولحاجات اساسا ابدا خطاها. فعشان كده تبدا هنا شنو، انه بدا المشاكل في فجوه، في فجوه بتكون. الفجوه دي بقت تتملي بشنو؟ تتملي بخيانات زوجيه. يا هي شافت لها انسان في قريب لعمرها حاولت انها هي تعيش معاه والحياه اللي ما لاقيها، او هو في نفس الوقت شاف له واحده ثانيه بتكون برضه قريبه لعمره، ما بتكون نقاقه، كلامها كثير. هي دي بتتكلم طبعا بفهمين انها هي دارت توري حاجات اللي هي ناقصاه، دايرة يعملها ليها، وهو ما قادر. هو داير له انسانه تكون هادئه، رايقه، قادره تفهم الحياه. فالاختلاف ده بيجي شنو؟ بيتملي بالاطراف الاخرى. عشان كده احنا بقينا نشكي كثير من خيانات زوجيه. يقول لك ده حنخصص لها حلقه. ايوه حنخصص لها حلقه باذن الله، الحلقه الجايه لو ربنا مد اعمارنا حتبقى امتداد لها ان شاء الله. فبيبدا الفرقه بتاعت عدم الرضا ده، كل واحد ما رضيان بالثاني، السبيس القاعد ده، المسافه الفاضيه الجاب الحاصل في بتتملي من اخرين. الاخرين بيجوا بعد كده تلقاه تفتش تليفونات وهو يفتش تليفونات، والمشاكل تجي. وحتى في قضايا بقت اثبات نسب، بعد انه يقول لك حتى اولادي ما اولادي. صحيح. في المحاكم الحاجات دي احنا ما كنا بنسمع عنها، لكن هسه الان في قضايا بتاعت اثبات نسب انه ديل اولادي ما اولادي، في الشكك بيجي. فده كله بيجي ليه؟ لانه احنا ما كنا واضحين، او ايه معايير اختيارنا للشريك ما كانت صح، ما كنا قادرين نختار الانسان اللي بيتماشى معانا في مراحلنا العمريه. في نفس الوقت يا دكتوره ساره نحن بنلقى ناس حافظين بيوت وقاعدين وكاتمين اسرار، بيقول لك من اجل اولادنا، من اجل المحافظه، من اجل المجتمع، من اجل حاجات والله كثيره جدا. ذبحه بعشوائيه واحد يرقد لك يا ذبحه يا جلطه يا مرض نفسي. انا بفتكر انه الفضفضه دي مهمه جدا، حكايه انه لازم تفضفض للشريك، لازم توريه انت ناقصك شنو. شفت الفضفضه دي؟ عشان ما يقعد لك من طول يقول لك جاته ذبحه وجاته انقرضوا. دي من الحاجات دي من التمسك الشديد. اي من التمسك الشديد. ما انا لما اكون ماسكه لك تجاهك حاجه وانا ما قادره اتكلم وما قادره اعبر وما قادره وما قادره، الحكايه دي كلها بتعمل شنو؟ ضغط نفسي على الانسان، بيقوم الجسم بينفس في امراض، يجيو ضغط ولا يجيو سكري ولا يجيو جلطه ولا يجيو زبحه، ولا فجاه كده الواحد وما فجاه، لكن هو كثرة الضغط اللي هو عايشه في الاسره، هو ما مستقر، ما مرتاح، ما قادر يعبر عن حاجاته، بيعبر عنها في شكل امراض. نحن في حاجات قد ما نقدر نعبر عنها، لكن من خلالك انت واختصاصك نحن بنوصل صوتنا للمشاهد وبنوري طريقه الحياه اللي ممكن تستمر كيف. وفي الحلقه الجايه وعدتينا اننا نتكلم عن موضوع قد يكون حساس لبعض الناس وحساس جدا، حساس شديد وما بيتكلموا عنه. يعني وده المسكوت زي ما بيقول لك المسكوت عنه، الخيانه الزوجيه واللي بيحصل من خلال الزوج والزوجه والمشاكل اللي بتؤدي لعدم الاستقرار البيت والزوجي. دكتورة سارة شاكرة ومقدرة لك من خلال هذه الفقرة، ونلتقيك مرارا وتكرارا. طيب انا شاكره شديد، وانا بس عندي حاجه مهمه كده بس دار اقولها. قولي طوالي. دار اقولها سريع يا اخوانا، يعني ما الانفصال نهايه الحياه. صحيح. انا بفتكر انه اسره منفصله وحافظه عارفه حقوقها وعارفه التزاماتها افضل من اسره قاعده مع بعض في مشاكل وفي صراعات وفي توتر. فاحنا نحرص علينا انه احنا ندير حياتنا بشكل كويس، نكون صادقين في حاجاتنا، نحرص على حوار أسري كل فترة من الفترات، نعمل موازنة في ميزان الأخذ والعطاء،
نشوف حقوقنا شنو، التزاماتنا شنو، نصارح نفسنا، نشوف هل احنا كنا صادقين فعلا في مع شريكنا ده، في شريكنا ده كنا صادقين ولا ما صادقين عشان حياتنا تمشي لقدام ان شاء الله.